مين ما بيشتكيش من العمود الفقري وآلام في الظهر؟ دي يمكن شكوى عامة في الشعب المصري، وخصوصا لما الواحد بيعدي شوية من سن الشباب. طب احنا النهاردة سعداء بوجود دكتور محمد إبراهيم رشيد، أستاذ جراحة العمود الفقري كلية الطب جامعة عين شمس. هنتكلم عن الانزلاق الغضروفي، أو هنستكمل كمان حوارنا عن الانزلاق الغضروفي. عرفنا أسبابه، عايزين نعرف كيفية الوقاية من الانزلاق الغضروفي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، منورنا دايما. الانزلاق الغضروفي واسبابه اتكلمنا عنها قبل كده، يمكن في عجاله كده ممكن برضو نعدي عليها، لكن نحب برضو نركز على الوقايه يا دكتور، لانه بيصيب بقى حتى الشباب. لو قلت مجازا كان ما بيجيلهمش زمان، وكنا بنقول مع كبار السن، الحقيقه لا، من اليومين دول في شباب برضو عندهم انزلاق غضروفي. كلام حاجة سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا افكر الساده المشاهدين بموضوع الانزلاق الغضروفي، اللي دايما نشبه الغضروف بالبالونه المليانه بالجيلي، وانه بتنشف بالوقت وتبقى زي العجينه. الفرق زي ما احنا عارفين بين الجيلي والعجينه ان الجيلي ينضغط ويرجع، العجينه تنضغط وما ترجعش. مراحل انضغاط العجينه، المرحله الاولى بنسميها نتوء غضروفي، ان الغضروف ينضغط وما يخرجش منه الماده الالوميه. ده معناه انه احيانا يلمس العصب واحيانا يبعد عن العصب، وهنا يجي المريض يقول لي كلمه احيانا رجلي بتوجعني او احيانا ضهري بيوجعني. دي علامه كويسه. نمره اتنين، لو انزلق يعني خرج الماده الالوميه بره او الجيلاتينيه، ده معناه انزلاق كامل زي الزايده الدوديه لما تفتح، لابد استئصالها جراحيا بعده طرق هنتكلم عليها فيما بعد. مرحله النتوء الغضروفي اللي هي كلنا تقريبا لازم نمر بيها بتعتمد على قوه العضلات، بمعنى انه لو عملنا اشعات في اي انسان بعد سن ال 20 سنه هنلاقي بعض الغضاريف بدا لونها يتغير الى اللون الرمادي او بدا يجف بمعنى اصح. لو العضلات قويه بتسند او تمنع انضغاط الغضروف، لو العضلات ضعفت لاي سبب نتيجه اجهاد او ارتخاء، ولهذا خير الامور الوسط. اجهاد زي الحاجات اللي بنعملها، الانحناء، لف الوسط، حمل الاوزان، مطبات العربيه وهي كثيره، المشي غير المنتظم زي الشوبينج طبعا. الارتخاء اللي هو اسوا لان بننساه، استمرار الوضع الثابت مده طويله، كلنا ما ننساش طبعا القعده بالساعات في عربيه، في اشاره، في قدام التلفزيون والكمبيوتر. بس ليه يا دكتور دخلت مثلا مشي الشوبينج اللي هو المشي العادي المتوقف يقف شويه، ان ده مش المشي المنتظم اللي هو السليم اللي يعني يدي صحه؟ مظبوط. ده ما بيديش صحه. لا ما بيديش صحه للاسف. ده بيصرف فلوس بس. للاسف الشديد دي اسباب تانية للتعب فيه، انه المشي اللي هو متقطع بيجهد العضله. وعملنا اختبار لطيف جدا من سنه 94، ان جبنا شخصين قدام عماره 10 ادوار، وطلبنا واحد انه يقف كل دور 10 ثواني والتاني يكمل على طول. اللي وصل الاول هو اللي بيقف. ليه؟ لانه فيه نظام للعضله، ولهذا في الجيوش او التدريبات او حتى في سباق الخيل او الجري لابد ان الانسان يغير الخطوه، يكون خطوه منتظمه لمده ثم يهديها ثم تاني منتظمه. اما الشوبينج ملوش ريزم او ملوش ايقاع محدد يعني. ده بيؤدي للاجهاد. ست البيت اللي بتشتغل في البيت تقول لي انا طول اليوم بمشي في البيت. طبعا بنشرح لهم ده شيء مختلف. الرياضه هي مجهود منظم، ده الفرق. ولازم اللي عنده نتوء غضروفي او بدايه جفاف الغضروف بيشتكي، يقول لي انا لما امشي في الشوبينج او بتمشى في البيت بتعب، لما امشي بسرعه استريح لان العضله بتتشد. والدليل الواضح واللي بحب اطمن الساده المشاهدين انه فقط اللي بيحتاج لعمليه جراحيه 2% من اللي بيبقى بيشتكي من الام الظهر والرجل. اذا احنا صحيح جراحين ونحب الجراحه وعارفين ليها ضروره، ولكن الغالبيه العظمى لو راعى ظهره وقوى عضلات ظهره يتجنب الجراحه. 98 دي نسبه كبيره جدا. زي ايه؟ ان هو الوضع السليم في الجلسه، حمل الاوزان بصوره سليمه، تاديه رياضه حتى منتظمه ولو لمده نص ساعه يوميا، الوزن لابد انه يحافظ على وزنه. عشان كده زي ما حضرتك قلتي بقى مرض العصر، لانه هو اسلوب حياه. صحيح. يا اما اسلوب حياه مجهد جدا، يا اما اسلوب حياه ريلاكسد او مرتخي تماما، ان عدم تاديه رياضه، الجلسه مده طويله وخلافه. طيب للوقايه يا دكتور انا هبدا الاول مثلا بالجلوس. دلوقتي احنا مثلا جيلنا عرف الكمبيوتر على سن الشباب او بعد حتى في العشرينات، او كان الجلسه اللي هي مستمره الانترنت واكتشافه اللي هي بتاخد ساعات وساعات بتسرق الوقت. مظبوط. انما دلوقتي اطفالنا بيقعدوا من دلوقتي. تمام. واصبح كمان مش الكمبيوتر العادي اللي هو على مكتب، اللابتوب اللي هو بياخده على حجره او على سرير او ايا كان المكان. مظبوط. وده بياخد فترات طويله. تمام. من الوقت. مظبوط. ازاي نبقى صح ونتجنب برضو ان الطفل الصغير ده بعد 10 20 سنه ما هيبقى في مشاكل كبيره جدا؟ مزبوط. في العمود الفقري. مظبوط. وهنا يجي دور الوقايه من الطفوله. احب اذكر الساده المشاهدين برضو ان ساعه الجنين بيكون في بطن الام بيبقى شكل حرف السي كل جسمه. لما يبدا في الجلوس اللي هو عند 6 شهور يبدا يحصل التقوس بتاع الرقبه اللي هو للامام، ثم عند المشي يبدا يحصل تقوس الظهر اللي هو للجهه الخلفيه. فهم 3 حرف سي بالانجليزي، ده تكوين عمود فقري.
حكمه ربنا سبحانه وتعالى انه الثلاث حرف سي ده زي السوسته تمتص الصدمات، بس ده في المشي والجري والقفز. الجلسه والنوم مش كويس لانه الظهر ما بقاش مسنود. اذا نقعد زي ما احنا عايزين بشرط حاجتين، نسند الظهر وضع الجلوس، والرقبه كذلك لها طريقه انه دايما تكون زاويه قايمه. وجدنا انه طول المسافه بتاعه الرقبه هي طول المسافه بين السباب والبهام بتاعت الشخص نفسه، يعني مش هيحتاج شخص تاني يقيسله، مجرد بيعمل كده او يخلي النظر افقي. اذا دي نمره واحد. نمره اثنين، عدم استمرار الوضع اكتر من ثلث ساعه. اللي عايز يقعد قدام الكمبيوتر او في الاجتماع او التلفزيون وات ايفر بكل ثلث ساعه يغير الوضع. بيغير وضع الرقبه بحركه دائريه خفيفه والظهر بيقوم ويقعد تاني ان شاء الله زي ما عايز. نمره اثنين، ان في تمرينات تقويه العضلات، بمعنى احنا خلال اليوم الواحد وجدنا الشخص الطبيعي بيعمل من 100 الى 300 وضع خطا بالرقبه والظهر. لو تجنبنا دول ده في حد ذاته وقايه. والمناسبه يعني اعلن ان شاء الله من الاسبوع الجاي هنطلق حمله على مستوى البلد بوجه عام ان شاء الله توعيه بهذا الخصوص ان شاء الله هنقولها في وقتها عن طريق. اكيد احنا معاك يا دكتور في الحمله دي، اي حاجه لتوعيه المواطنين لصحه افضل احنا هنكون موجودين فيكم متابعينها بكل خطواتها، ونتمنى انها تجيب النتائج المأمولة. طيب هل في بتشوف مثلا وظائف دايما عرضه لمشاكل الظهر؟ سائقين النقل، الاتوبيسات، خلاف، وحتى سواقين الطيارين، لان الطيار برضو بيفضل مده طويله لازم يفضل قاعد ملتزم، غير الاعمال المكتبيه طبعا، لكن دول بيبقى في بعض لحين امكانيه الوقوف يعني. مظبوط. هو طبعا يعني عشان الخص القصه عشان نعرفها، الاكستريمز او الحاجات اللي زايده عن حد دايما تؤدي الى ضرر لو الشخص ما يعملش رياضه. بمعنى ان الشخص الرياضي ده يطمنا ان بنلاقي شخص الرياضي اللي بيعمل رياضات عنيفه جدا جميع غضاريفه جافه بس ما بيشتكيش لان عضلاته قويه. لو بطل الرياضه يبدا يشتكي. طب ايه الرياضات اللي هي الاكستريمز او النهايات او اقصد اساليب الحياه؟ يا اما واحد بيعمل مجهود جامد جدا زي الحمالين اللي بيشيلوا اوزان ثقيله، الرياضيين اللي بيشيلوا اوزان ثقيله، الناس اللي بتقعد مده طويله على مكاتبها، يعني اذا يا اما القعده مده طويله قوي بدون رياضه او الاجهاد الجامد زياده عن اللزوم، دول اكثر الناس اصابه. لو الواحد معتدل في تاديه وظائفه بحيث انه مثلا انا ممكن اقف في عمليه 10 ساعات ولكن كل ثلث ساعه اقعد، يبقى اذا بحمي نفسي، المدرس، المحامي، المحاضر، كل ده بيضطر يقف مده طويله، اذا اي وضع ثابت مده طويله مش كويس، او الاجهاد الزياده عن اللزوم في حاله ضعف العضلات. لو العضله قويه يعمل زي ما عايز. ولذا بعض المرضى يقول لي طب انا ما بشتكيش لازم اعمل الكلام ده؟ هو اسلوب حياه لو قدرنا نلتزم بيه هو مش غلط، يكون مش هين. افضل يكون افضل وأصح. فالوقايه زي ما حضرتك قلتي الوقايه خير من العلاج. طب احنا معانا استاذ عبد الرحمن، اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. استاذ عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. بقول لحضرتك يا دكتور انا كنت بجري كل يوم الصبح فضهري بيوجعني فمش متعود على اشيل الاوزان الثقيله. ايوه. فعايز اعرف بس اتصرف ازاي؟ العمر كام سنه حضرتك؟ انا عندي 18 يا فندم. 18؟ يا دكتور. طيب حضرتك كنت بتجري وكنت مفيش الم الاول وبدات تحس؟ اللي ظهري كده الم بس في الظهر. الم مش طول الوقت. بس بعد الجري. بشيل برضه اوزان تقيله. بتشيل اوزان تقيله، هل في الم في رجليك؟ نعم. الم في الرجلين؟ لا لا. طيب تمام، ما عملتش اشعات ولا حاجه؟ لا ما عملتش. تمام شكرا ليك يا عبد الرحمن. ده 18 سنه وبيجري فيعني الواحد لا يتوقع ان يكون عنده الم في الظهر. مشكله ما هو طبعا هو اللي قاله يهمنا ويقلقنا انه لابد نطمئن باشعه عشان كده. ليه ايه اللي ممكن يحصل في هذا السن؟ لو هو رياضي وبيشيل اوزان بصوره صحيحه وسليمه وفجاه بدا يحس بالم في الظهر، احنا ما نقلقش هنا على ضغط الاعصاب او على الانزلاق الغضروفي، لان علامات الانزلاق الغضروفي مش الم الظهر، انما الم الاطراف اللي هو الم تنميل خدر او ضعف لا قدر الله. امال ايه اللي ممكن يحصل؟ في عندنا عده اشياء زي العيوب الخلقيه في العمود الفقري وتظهر في هذا السن. زي حاجه بنسميها الشرخ القوس الخلفي. لو شبهنا كل فقره من ال 33 فقره بمبنى ليها عمودين، الجزء الخلفي اللي بينهم يقع الاعصاب والحبل الشوكي. في نسبه 8% من البشر ودي نسبه كبيره بيبقى في شرخ في القوسين دول. بمعنى الجزء ده منفصل، الجزء الامامي منفصل عن الخلفي. امال ليه ما بنحسش بيه قبل هذا السن؟ لان بيكون الغضروف في حاله الجيلاتينيه ماسك الفقرات في بعضها والعضلات قويه. مع التقدم في السن الغضروف نشف فبالتالي فقد قدرته والعضلات اجهدت بسبب شيء زي الرياضه يبدا الاحتكاك، هنا يحصل الم. لو تاكدنا ان الامر ده في الاشعه سليم واطمأنينا، طبعا مطمني مبدئيا ما فيش الم في رجليه، تاكدنا ان ما فيش شرخ في العيب في القوس الخلفي او عيب خلقي، يبقى اطمأنينا فقط عايز تمهيد للرياضه بمعنى الاستطاله والتسخين وخلافه بحيث يعمل يؤدي نفس الرياضه بصوره سليمه. بس ما انصحه ان لو تكرر الامر ما يسكتش. هو طبعا ما يطمئن دايما الكلمه اللي بقولها للمرضى اي شيء احيانا ما يقلقنيش. بمعنى انما دائما هو بالظبط كده. لو واحد يقول لي انا ساعات بيجي لي الم رهيب في ظهري،
جود نيوز، اخبارك كويس. او احيانا بحس بكذا، ده يطمئني لانه مرتبط بشيء، بوضع، باجهاد او ضعف. تمام. احنا معانا استاذه سهير، اتفضلي. الو، اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيك يا مان. بص حضرتك، انا دلوقتي عندي خشونه جامده جدا في فقرات الرقبه. لا انا عايز الشكوى حضرتك، الخشونه دي تشخيص. ما بقدرش دراعي اليمين، ما بقدرش حتى ارفع مخدة ضعيفة. طب مين قال لحضرتك خشونة دي؟ يعني خشونة دي تشخيص؟ انا عملت رنين مغناطيسي ثلاث مرات. قالوا لك خشونة؟ خشونة. طيب. جامدة قوي. طيب. يعني عارف حضرتك لما الواحد بيلبس قميص نص كم كده، الحتة اللي عند النص كم دي بحس انها بتوجعني الم شديد قوي. طيب. الحاجة التانية، عندي انزلاق غضروفي في الفقرات اللي هي اللي تحت. بس انا يعني مأثره على رجليا. انما جد عليها حاجه جديده، ان انا ابتدت تجيلي الام شديده قوي في الفقرات العجزيه اللي هي واصله عند فتحه الشرج. تمام. بتألمني جدا لدرجه ان انا ما بقتش بقدر اقعد. العمر كم سنه حضرتك يا دكتور؟ العمر حاجة سهير، حضرتك عندك كام سنة أستاذ سهير؟ أنا عندي 54 سنة. 54. الوزن زايد يا حاجة سهير؟ أنا وزني 95 كيلو. تمام. بتعملي أي رياضة حضرتك، مشي أو خلافة؟ ما بقدرش أمشي، رجلي توجعني قوي. قبل القصة دي؟ أيوه. قبل الموضوع، قبل التعب كنت بتمشي ولا لأ برضه؟ كنت بمشي، وكان وزني 60 كيلو. تمام. سلامتك، ألف سلامة حاجة سهير. حاضر، الدكتور يرد عليك. تمام. طبعا مهم جدا اللي سمعناه، وده حاجة شائعة، إنه الإنسان اللي بيجي له غضروف في الرقبة ممكن يجيله في الظهر في نفس الوقت لسبب بسيط، ان هو نفس الانسان. بمعنى يا اما هو بيؤدي عمل مجهد جدا فكل غضاريفه معرضه، يا اما ما بيعملش حاجه خالص فكذلك كل غضاريفه معرضه. الشكوى اللي بنقولها او بعض الاطباء يقولها خشونه، دي خشونه بتبقى المفاصل الخلفيه بتحتك، نعمل خشونه بس ده تشخيص مش كامل. انما سببها ايه؟ جفاف الغضروف. الوصف اللي بتوصفه المدام ده قريب الى انزلاق غضروفي، لانه الالم في الدراع زي ما لاحظنا، غير المريض قبل كده انه الالم في الظهر نفسه. يبقى اذا ده ضغط الغضروف على العصب، والرجل نفس القصه انه ضغط غضروف على العصب، ومتوقع ان يكون في انزلاقات غضروفيه او ضيق مجرى العصب. طبعا انا سالت ليه على السن والوزن، لانه ده اكثر سن شيوعا ان يحصل فيه الحاجتين مع بعض، وزن زائد مع سيده بتمارس رياضه جامده مع السن اللي هو بيجف فيه الغضاريف. انا اظن ان هو الحل قد اغلب الظن هيكون جراحي، وزي ما قلت هم صاي 2% بس، 2% ده عدد كبير برضو، انه لابد ما تسكتش على الموضوع، لان المسكن هنا مش حل. المسكن بيسكن الالم ولكن مش هيشيل الضغط على العصب. فانصح انه تشوف حد طبعا متخصص، وتشرفني لو حبيت في اي وقت. وان الجراحه ممكن تكون هي الحل طبعًا الاريح ليها، او مزبوط. هو الحل الاخير من المنقذ ليها. طبعا ناخد استاذه عبله من القاهره، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. مصدق انا في فتره من الفترات